الصين تواصل التحدي وتستثمر في أكبر حقل غاز في العالم. إيران فيها بترول فيها غاز. كان في اتفاق نووي مع الغرب. بدأ الاقتصاد الإيراني يتحرك. الأمريكان بعد كده وقفوا هذا الاتفاق، والرئيس ترامب خرج من هذا الاتفاق، وبقى في عقوبات على أي شركة رجعت تشتغل مع إيران إنها تكمل شغل مع إيران. شركة توتال الفرنسية عندها هناك شغل كبير جدا بحوالي 5 مليار دولار. الشغل ده في حقل غاز اسمه بارس، ده من أكبر حقول الغاز في العالم، والبعض بيقول هو أكبر حقل غاز في العالم. شركة توتال الفرنسية بدل ما تكمل وتكسب كتير جدا خايفة من عقوبات أمريكا وعقوبات الرئيس ترامب، فبدأوا يخرجوا من العمل في إيران. مين بقى حل محلهم وتحدى الرئيس ترامب؟ الصينيين. الشركة الوطنية للبترول في الصين، دي من أكبر 5 شركات في العالم، اتكلمت مع الشركة الوطنية للبترول في إيران، والاتنين عملوا اتفاق خطير جدا إن بموجبه الصين هي اللي تاخد هذا الحقل وتستثمر فيه وتشتغل فيه. بالنسبة للصين بتقول إن كلام الرئيس ترامب وأي قرار أمريكي وأي حكم محكمة أمريكي مش ملزم للصين، ده ملزم لأمريكا، إنما الصين مش ملزمة بأي شيء يصدر من أمريكا، ده يخص أمريكا وحدها، ده مش قرار مجلس الأمن ولا قرار أمم المتحدة، وبالتالي الصين هتستثمر في إيران وهتكمل مع إيران ولن ترضخ لأي قرارات طالما إنها مش أممية. لكن في نفس الوقت الحكومة الصينية ما وقعتش لسه بشكل نهائي على هذا العقد، إما انتظارا إنه إيران تحل مشكلتها أصلا مع أمريكا، بس تكون الصين كسبت وفي الوقت الحساس ده تكون خدت هذه الأماكن المهمة من الناحية الاقتصادية في إيران، والناس بتخرج اللي هم الأوروبيين بيخرجوا، الصينيين بيدخلوا إلى إيران. لو حصل تسوية خلاص تكون إيران تكون الصين موجودة كأمر واقع. والاحتمال الثاني إن حتى لو الأمور اتدهورت الصين بتستورد ب 15 مليار دولار سنويا بترول من إيران، وبالتالي ما تقدرش في أي وقت تقطع علاقتها بإيران، وبالتالي ممكن أيضا تتحدى قرارات الرئيس ترامب. زي ما قالت الصين دي قرارات داخلية وتخص الرئيس الأمريكي ومحاكمه ومحاكم داخلية، إنما الصين مش ملزمة بالسياسة الداخلية الأمريكية. إذا ده تحدي جديد من الصين لأمريكا فيما يخص الاستثمار في الصين، وأخذت أكبر حقل غاز في العالم كان موضعا لاستثمار شركة توتال الفرنسية.